بوش داعية الديمقراطية هدد حماس في خطابه عن حالة الاتحاد بقطع المعونات إن لم تعترف بإسرائيل وتتخلى عن الجهاد وتلتزم باتفاقات الاستسلام بين السلطة وإسرائيل. وفي هذا الصدد يهمني أن أنبه إخواني المسلمين في فلسطين لعدة أمور. Naturalmente sto video è una presa per il culo, però solamente per farvi capire che non vi di merda come Akiri, vi posso fare pure io. Giovannette. Peace.